كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اهتمت بهذا الموضوع وجات باش تدعمنا وتشوف الضرر اللي احنا فيه والمعاناة اللي احنا كنعانيوها. احنا سكان ديال التعاونية الصحراوية تعرضنا للمنع من استغلال الارض ديالنا من طرف سكان قرية البغيلية شبعنا الموجودة في جماعات المقرن بإقليم القنيطرة. هاد الأرض وزعها علينا جمل الرحوم الله يرحمه حسن الثاني 1975 في إطار نظام ديال الإصلاح الزراعي المعروف بالتعاونيات. خرجوا لنا الدولة باش نخلصوا هاد الأرض وحد المبلغ خلصناه في القبضة وخلصناه وخذينا رفع اليد من الأوفيس مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وسجلنا وحفظنا في المحكمة ديال في المحافظة ديال سيدي سليمان. جينا استغلوا الأرض ديالنا كما العادة. نادوا السكان ديال الجماعة ديال القرية ديال البغيلية تعرضوا لخرجوا لنا بولادهم وبالنساء ديالهم يعني كل شيء من كبير وصغير وعيالات ورجال يهزوا المحار تيلوحوهم يحبسوا التراكتورات باغيين يحرقوا التراكتورات. التجأنا للمصالح الجهات المعنية اللي خاصها تاخذ قرار في هذا المجال. هذا احنا ماشي سكان همجيين ولا اصحاب فوضى ولا احنا سكان قلال دغيا بنادم كي يهجم عليه ياكلك ماشي دغيا اللي بغى يرف داك الشيء بالخف. لجأنا القيادة القائد ساندنا عمر واحد ليستا ديال الناس اللي معرضين تفحل المحكمة. دابا المحكمة كتقول لك هذوك الناس راه ما ناكرين ما كايناش علاش دخلتو بزاف علاش درتو كديرو جوج ثلاثة احنا كنديرو اللي كاين القايد دير اللي كاين. دفعنا لجأنا للعمالة عاوتاني خدات مبادرة قالت لك باش تاخذوا بلادكم خدينا دفعنا سميتو عاوتاني لجأنا لرئاسة الجهة راسلنا النيابة العامة القضاء ما خداشنا حقنا. حاليا هي كاين هي الجلسات كل مره كتاجل جلسه كتاجل مواعيد شهر شهرين ثلاث شهور تسنى حنا ضعنا خرجنا نخدموا في هذا الفورم. علاش حنا نخرجوا نخدموا هذا الفورم وحنا عندنا رزقنا؟ حقيقه الخدمه ماشي عيب خدمه راه عباده ولكن حنا عندنا بلادنا عندنا ارضنا نتفلحوها ونخدموا فيها من نتنفعوا منها حنا وليداتنا ووالدينا ويتنفعوا من تنفع منها حتى الدوله. علاش الدوله تضيع في الانتاج ديال هذه الارض أربع سنين وهي حابسة ما كتدخل منها والو وفي مقابل بأن جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو كيشجع على التنمية وكيشجع على محاربة الفقر والهشاشة وهاد الناس هما كيسبوا لنا في الفقر والهشاشة. وليداتنا راه ضايعين حنايا ضايعين كناش دو جلالة الملك محمد السادس يشوف من حالنا ويتدخل في هذا الموضوع لأن ما كاينش شي مسؤول اللي حاول اللي خدا شي قرار اللي هو واضح وعطى شي نتيجه. حنا مازال لحد الساعه كنعانيو تاجلاتنا دازت اخر جلسه في 31 في شهر 5 تاجلات حتى ل 20 في شهر 9 هذه المده كامل والجلسات اللي دازت راه تقريبا نفس المده ما بين الجلسه والجلسه. حنا كناش دو جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو باش يتدخل في هذا الموضوع وياخذ لنا حقنا ويعطينا حقنا. المسيله وسموونا الصحراويه سمونا اسم صحراوية وكتشدنا لوفيس لوفيس كتشدنا كنتلفوا مع لوفيس ويوم اللي حيدوا لوفيس ملينا اللي حيدوا لوفيس البغيلية ملي ملكنا درنا الوثائق ديالنا طلبونا ديروا الوثائق ديروا شهادة ملكية جيبوا خلصنا التريزور خلصنا المحافظة خلصنا الواجبة ديالنا. ملي دابا ملي حيدنا حيد لوفيس ملي قالك سيدي لا تعرضوا لينا داروا لينا سيدي الفوضى ونادوا بولادهم بعياتهم كلشي اليوم ونطلبوا من الله وجلالة الملك وسيدي محمد الحسن الثاني الله يرحمه ويشفي عليه ومحمد السادس الله يطول عمره الله يشد فيه هو والحكومة ديالو ويبالوا فينا رحنا كبرنا عندنا واش عندي 80 عام في غنمشي أنايا وعندي ولادي لدي فغي فيو هذيك الأرض ديالنا كتخدم علينا وبلادنا كانت تعلم الزينات وكانت نديرو النوارة ونديرو الزرع
ونديروا كل شيء، واللي جاي يدير اللي جاي كيجيو من الشانطي وكيتصوروا فيها. دابا ولاد كامله عامر عزبل، ولاد كامله شوك، محبوسه علينا ظلم على ظلم، ما 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 غاديين هما يديو فيها حتى حاجه، وحنا حابسين، حنا حابسين ظلم، ظالمينا وقاهرينا. الله يجعل سيدي ربي ياخذ فيهم الحق، الله يجعل سيدي ربي ياخذ فيهم الحق. حنا تهدينا، ما تلينا نرقدوا، ما تلينا حتى حاجه، ولينا كنفكروا حتى في بلادنا، ما كنفكروا حتى في حاجه من غير في بلادنا، وبنيتي وتقهرنا. الله يجعل سيدي ربي يدير لينا تاويل تاع الخير. وليداتنا داعوا، مشى ما عمر ولادنا خدموا، ولاو ضايعين يخدموا، ضايعين في 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 الفارم، ضايعين حالتهم حاله. ما نقولش لك بهجماتنا تباعوا، ما بقات عندنا حتى حاجه، عندنا حتى حاجه بنيتي. واللي كاين هو هذا بنيتي، الله يجعل سيدي ربي يدير لنا تاويل تاع الخير، ونطلبوا من الله وجلالة الملك يوقف معانا، ولا كاينين شي مسؤولين يحنوا فينا ويوقفوا معانا، على كاين شي مسؤولين يشوفونا ويحنوا علينا بقلوبهم، يشوفونا بعينيهم ويحنوا علينا بقلوبهم على هذا الشيء اللي طاري لينا. احنا رحنا عام مسلمين، احنا ما حنا حتى حاجه، وهذا الظلم راه لا حول ولا قوه الا بالله. رحنا مظلومين بزاف بزاف بزاف، نحن ولا ولادنا، ولينا خايفين على روسنا. انتم غادي هاد التصاور اللي كنتصوروا راهم كيضحكوا علينا، راهم كيشدوا تصاورنا ويضحكوا علينا، ولا ولادنا تيخاصموا علينا، يقولوا لنا كاع ما ديروا هاد الشيء، نهزوا عيني. حنا كنهزوا عينينا على الله، نهزوا عينينا على الله ياخذ لينا الحق ديالنا بنيتي. السلام عليكم. هاد الناس حبسوا لينا بلادنا وملك ديالنا، ولادنا ما خدامين، ما عندهم حتى حرفه، ما عندهم حتى صنعه، ولادنا عبيطاله قاعدين، ما كاين لا خدم، ما تخدموا ما حتى حاجه، مساكن. وحنا ضعنا حنا ولادنا، ودابا تنطلبوا من جلاله الملك يدير لنا حقنا، يبين لنا حقنا. قلت لي راه 11 ولد عندنا، 11 ولد بكنيناتنا بكل شيء، ودابا حنا ضايعنا، لا حنا ضايعين. دابا هاد الناس كيف حيت كيقولوا لكم ما خدامينش، بصح حيت ولادهم ما قراوش، كانوا كيف يديروا الكسيبه وتيديروا في اللحم مع والديهم، هذه هي الخدمه ديالهم كانت. ودابا حنا تنطالبوا على الحق ديالنا يبان، رحنا عيينا وطبنا، رحنا عيينا، رانا صافي قاعدين نموتوا بالجوع. حنا صافي اخر حل بقى عندنا، رحنا عم تاحرو صافي، عم شون تاحرو، حنا قدام المحكمه عم شون تاحرو صافي. تنهضر على هاد الارض سدنا لينا، ولكن حنا بقينا نقادو لا نخرجوا لا انا يا اخ تنعيش مع الوالد ديالي، ولكن بقينا نمشيو نسريو ونبقينا نلبسو بحال الناس قرا في هذيك المستوى اللي دابا بقينا نقرا ولا والو، وهذيك المدرسه اللي تمشيو لها ولا يديروا عليه تبسلوا علينا، وداك الشيء دابا بقينا جا في الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.